السلام عليكم ورحمة الله. ده tutorial revision for statistics. revision هيبقى على ال quantitative data representation والmean والmedian والmode. في ال quantitative data representation أنا هناخد مثال، هنشوف إزاي بنكون ال frequency distribution table for quantitative data. لما يبقى عندي مجموعة أرقام ازاي اعمل لهم الجدول التوزيع التكراري بتاعهم، ازاي اعمل الهيستوغرام، ازاي اكون وارسم الهيستوغرام، ازاي اكون الكوميوليتيف ديستريبيوشن تيبل، وازاي ارسم البوليجون، وازاي ارسم الاوجيف. ده مثال. المثال التاني هيبقى على المين والميديان والمود. نبتدي باول مثال معانا. The food services division of Cedar River Amusement Park is studying the amount of families who visit the amusement park spend their day on food and drink. A sample of 40 families who visited the park yesterday spend the following amount. 77, 18, 63 and so on till the last number is 71. دي المبالغ اللي صرفتها 40 عائلة في زيارة من زيارات أحد الباركس في على الأكل والشرب. عائلات بتزور مكان وبتصرف فلوس على الأكل والشرب، شرب قهوة، شرب شاي، أكل حاجة، فبيدفع مبلغ معين. ده المكان ده عمل ستادينج، عمل إحصائية للعائلات اللي بتيجي وبتصرف المبالغ دي. المطلوب construct a grouped frequency distribution for the data using 5 classes. Draw the histogram, draw frequency polygon, and construct the cumulative frequency table. We draw the O cave. أول مطلوب الداتا قدامي. Construct grouped frequency distribution. كون جدول التوزيع التكراري مستخدما 5 مجموعات. يبقى مجموعة الأرقام دي هنعمل بيهم 5 مجموعات، كل مجموعة ليها حجم معين. الحجم ده هجيبه ازاي؟ the width. The width of each class، عرض كل مجموعة، equal r plus 1 over n. ال n هنا اللي هما الخمس مجموعات، والار ده رينج الداتا. يبقى الار رينج الداتا اجيبهم ازاي؟ احدد اصغر رقم اللي هو 18 اللي عند السهم 18، واكبر رقم 84 اللي عند السهم الثاني. دول اكبر واصغر رقم في الداتا، اكبر رقم واصغر في الداتا. الديفرنس بين ذيم از ار، الفرق ما بينهم هيديني ذا فاليو اوف ار، هيديني قيمه ار. يبقى انا هطرح اكبر رقم ناقص أصغر رقم، الـ R equal 84 minus 80، 84 ناقص 18 يطلع 66. هل الـ width هو 66؟ لا، الـ width R plus 1 over N. 66 plus 1 67، على إن الخمسة يطلع 13.4، هي تقريبا 13.4، بالتقريب هتبقى 14. يبقى الـ width بتاع each interval is 14، عرض كل فترة 14. هبتدي أكون المجموعات بتاعتي الـ classes. أصغر قيمة 18، هزود عليها 14، يبقى من 18 لـ 32، from 18 to 32. This is the first group. The second group from 32
2 I will add 14 32 plus 14 46 يبقى بكون ازاي المجموعات اصغر رقم 18 وازود عندي الويتس اللي انا جبته 14 هيطلع 32 المجموعة اللي بعدها تبتدي من 32 ازود 14 يطلع 46 من 32 ل 46 المجموعة اللي بعدها تبتدي من 46 ازود 14 60 المجموعة اللي بعدها تبتدي من 60 وازود 14 تبقى 74 واخر مجموعة تبتدي من 74 وازود 14 تبقى 88 دول الخمس مجموعات اللي طلبهم تبقى فيهم الجدول التوزيع التكراري بتاعي يبقى ابتدي بالمينيمم وازود الويتس ايتش كلاس هيبقى من الى ابتدي من المينيمم 18 ويبقى عند الرقم 32 ابتدي احسب الفريكوانسي الفريكوانسي بتاع from 18 to 32 is 2 التكرارات الموجودة في الداتا اللي عندي من 18 ل 32 2 ومن 32 ل 46 7 ومن 46 ل 60 14 ومن 60 ل 74 14 ومن 74 ل 88 3 طب ازاي التكرارات دي اتعملت هيبتدي من 18 ل 32 هشوف اول كولم عندي في ارقام محصوره ما بين 18 ل 32 لا مفيش تاني كولم في 18 ظهرت اهي في ارقام تانية في تاني كولم مفيش تالت كولم في 36 مش موجودة معانا انا اخر 32 كولم التالت 26 هي اللي معانا بعد كده مفيش ارقام هما دول الرقمين اللي في اول جروب طيب تالت كولم ورابع كولم ولحد اخر كولم مفيش ارقام محصورة ما بين 18 و 32 لو قبلك رقم 32 ما تاخدهوش 32 هيبقى في الانترفال التاني اللي بعد كده من 32 ل 64 اول كولم في 45 ما بين 32 و 64 تاني كولم مفهوش تالت كولم في 36 رابع كولم مفهوش خامس كولم في 38 دي كده 1 2 3 4 في 34 والخامس في 43 بعدين 44 ادي 1 2 3 4 5 6 فاضل واحد اقل من 46 هو اخر كولم 41 كده انا حسبت التكرارات الموجوده وهكذا في الكلاس اللي بعد كده من 46 ل 60 هيطلع 14 وعدتهم رقم الكاونتنج اعمل شيدنج عليه لحد اخر كلاس هيبقى الجدول كله معمول شيدنج عليه المفروض الفريكوانسي بتاع التوتال طول الفريكوانسي دول يطلع 40 لو طلع اقل او اكتر يبقى انت عملت كاونتنج في الفريكوانسي غلط الريلاتيف فريكوانسي الريلاتيف فريكوانسي بيساوي الفريكوانسي على التوتال يبقى انا لما اجي احسب الريلاتيف فريكوانسي بتاع الاثنين هيبقى 2 over 14 هيطلع 0.05 7 over 40 يبقى 0.175 ال 14 يبقى 14 over 40 0.35 وال 14 تاني هيبقى 0.35 واخر فريكوانسي اخر ريلاتيف فريكوانسي هيبقى 3 over 47 هيبقى 0.75 ده توتال لازم يبقى 40 وتوتال التوتال بتاعهم لازم يبقى 1 هنقل على ايه بعد ما كونت الجدول ده كان الكلاسز والفريكوانس اول 2 كولومز عندي كانوا الكلاسز from 18 to 32 from 32 to 46 لحد اخر كلاس الكلاس الخامس 74 ل 88 كانت الفريكوانسي 27 14 14 3 ده اللي هرسم بيه الهيستوجرام بعمل ايه بالكلاسز اللي انا جبتها باخد الشبكه بتاعتي الكلاسز على المحور الافقي والفريكوانسي على المحور الراسي العمود الاول اللي فيه الجروب من 18 ل 32 من 32 ل 64 بعمله على المحور الافقي زي ما قدامي دلوقتي في 18 32 64 لحد 88 ده على
المحور الأفقي. وعلى المحور الرأسي عندي 0 2 4 6، أنا أكبر رقم عندي في الفريكوانسي 14 فهمشي زوجي 0 2 4 لحد 16، فيبقى السكيل مغطي أكبر رقم عندي 14. ابتدي أرسم الهيستوجرام أو الكلاس عندي من 18 لـ 32 كانت 2، ادي هعمل بار عند الاثنين. الكلاس اللي بعدها من 32 لـ 46 كان 7، باجي عند 7 وارسم ما بين 6 و 8 اللاين مرسوم هنا في النص. اللي بعدهم 14 و 14، فادي البارين بتوعي 14 و 14 من 46 لـ 60 ومن 60 لـ 74، واخر بار عندي من 7 من 74 لـ 88 هيبقى عند الـ 3 ما بين الـ 2 والـ 4. ده شكل الهيستوجرام بتاعي الفيرست جروب from 18 to 32 at 2 frequency 2 و from 32 to 46 at 7 ومن 46 to 60 at 14 and from 60 to 74 14 and from 74 to 88 3. ده شكل الهيستوجرام وده ازاي ارسم. يبقى المجموعة والتكرار بتاعها من الى من 18 لـ 32 عند الفريكوانسي 2 وبعمل البار، و من 32 لـ 46 بعمل البار عند 7، من 46 لـ 60 بعمل البار عند 14، وهكذا اخر جروب من 74 لـ 88 بعمل البار عند 3. كده انا رسمت الهيستوجرام. اخش بعد كده على الفريكوانسي بوليجون، دول الكلاسز والفريكوانسي اللي انا جبتهم والريلاتيف فريكوانسي بيترسم مع الميد بوينت. ازاي اجيب الميد بوينت بتاع اي فتره؟ any class from 18 to 32 الميد بوينت equals the sum of 18 plus 32 over 2. بجمع بدايه الفتره ونهايتها واقسم على 2 عشان احسب الميد بوينت منتصف الفتره. 18 و 32 على 2 بيطلع 25. والريلاتيف فريكوانسي يبقى الميد بوينت بتاع 18 و 32 25، من 32 لـ 46 39، من 46 لـ 60 53، من 60 لـ 74 بجمع وبقسم على 2 يطلع 67، وهكذا لحد اخر جروب 81. ممكن تضيف الويتس كلاس اللي احنا حسبنا له 14 بعد ال 25 هيديك اتش كلاس من دول، اتش ميد بوينت من دول. الكولوم اللي بعديه اللي هو ريلاتيف فريكوانسي، الار اف بيتحسب ازاي؟ الار اف الفريكوانسي اوفر التوتال 2 اوفر 40، ده هيديني الريلاتيف فريكوانسي بتاع الاول كلاس 2 اوفر 40 بيطلع 0.05. ده شكل البوليجون. الكولوم ميد بوينت وكولوم الريلاتيف فريكوانسي دول اللي انا هرسم بيهم البوليجون. دي الشبكة بتاعتي على المحور الأفقي الميد بوينت 25 38 53 67 81. على المحور الرأسي الريلاتيف فريكوانسي همشي ستيب 0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 لحد آخر حاجة 0.4. أول كلاس 25 مع 0.05 دي أول نقطة لأول كلاس، مطلوب إن أنا أكون لحد آخر كلاس. تاني جروب من 39 مع 0.175، هذه 39 عند تاني نقطة 39 النقطة، بحط النقطة عند 1175 ما بين 0.15 و 0.2. 53 مع 35 و 67 مع
35 وال 81 مع 0.75. ده النقط بتاعت البوليجون على المحور الافقي الميد بوينت وعلى المحور الرأسي الريلاتيف فريكوانسي. بوليجون يبقى لازم اوصل النقط دي ببعضها. هوصل اول نقطتين ببعض والنقطتين التانيين والتالتة والرابعة والرابعة والاخيرة. كده انا كونت البوليجون ورسمت البوليجون. بعد ما ارسم النقط ما بين الميد بوينت والريلاتيف فريكوانسي بوصل النقط ببعضها يكون لي البوليجون. كده انا كونت الريلاتيف فريكوانسي مع الميد بوينت تيبل ورسمت البوليجون. هنقل على اخر تيبل معانا اللي هو الكوميوليتيف فريكوانسي تيبل وهنرسم منه الاوجيف. زي ما قلنا عندنا الكلاس والفريكوانسي اللي احنا حسبناهم في اول سلايد. هجيب منهم الكوميوليتيف فريكوانسي كالتالي. الكلاسز بتاعتي هنا بيبقى less than 32 from 18 to 32 less than 32 will be cumulative frequency 2. يعني الانترفال بتاعتي الاولانية اللي فيها من 18 ل 32 الارقام اللي موجود فيها اتكررت كم مرة؟ مرتين. less than 46 اللي اقل من 4 من 46 اللي هما من 32 ل 46 كانوا 7 من 18 ل 32 كانوا 2 يبقى اقل من 42 including بيتضمن من 32 ل 18 هيبقوا 7 زائد 2 9. less than 16 هجمع ال 9 على ال 14 23 وless than اقل من 74 هجمع ال 14 على 23 يطلع 37 والاقل من 88 مجموعهم كلهم 40. ده الكوميوليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن. كونت جدول التوزيع التكراري المتراقب. نرسم ازاي الاوجيف. ده شكل الاوجيف زي ما اتعلمنا نرسم النقط. عند ال 32 كان فريكوانسي 2 كوميوليتيف فريكوانسي 2 بعمل كوميوليتيف فريكوانسي على المحور الرأسي والكلاس على المحور الأفقي. 32 مع الفريكوانسي 2 و 46 مع 9 و 60 مع 23 و 74 مع 37 و 88 مع 40. أول مجموعة أقل من 32 كوميوليتيف فريكوانسي 2 يبقى أول نقطة 32 مع 2. تاني نقطة 46 هنقعد 46 واطلع لحد فريكوانسي 9 وحط النقطة وعند 60 هطلع عند الفريكوانسي 23 ما بين 20 و 25. عند 74 هطلع عند 37 وعند 88 عند 40 وحط النقطة. حط وصلت النقط دي ببعضها كونت الاوجيف. الاوجيف بيتحسب بيترسم بالكوميوليتيف فريكوانسي. طبعا لازم نفرق بين رسمه البوليجون ورسمه الاوجيف. ده بيتعمل بفريكوانسي وده بيتعمل بكوميوليتيف فريكوانسي. البوليجون كيرف بيطلع وينزل تاني. الكوميوليتيف فريكوانسي ريزنج بيطلع وما بينزلش تاني. مش هينزل تاني لان انا الفريكوانسي عندي بيزيد تراكمي عمره ما هيرجع تاني يقل. ده رسمة الاوجيف. كده انا خلصت الريبريزنتيشن بتاع all representation for quantitative data numerical data مجموعة الارقام بعبر عنها يا اما بالبوليجون يا اما بالcumulative frequency زي الاوجيف يا اما بالهيستوغرام. وكل واحد ليه جدول ولازم تفرق بين الجداول التلاتة وهترسمهم ازاي وبايه. هخش على المثال اللي بعديه. المثال اللي معانا ده على المين والميديان والمو. The scores of the top 10 finishers in a recent golf tournament compute the mean, median and the mode.
عدد التسديدات اللي كان بيسددها لعيبة الجولف كان كالتالي: 71 67 67 72 76 72 73 68 72 72. عايز احسب المين والميديان والمود للداتا دي. المين او الوسط هيبقى سميشن اوفر ان، مجموعهم على العدد اكس بار السميشن اكس اوفر ان، هجمعهم 71 67 67 72 76 72 73 زائد 68 زائد 72 زائد 72 على 10، التوتال هيطلع 71. يبقى الوسط للداتا دي 71. الميديان، عشان احسب الميديان لازم ارتب، لو ما رتبتش يبقى النتيجه تطلع غلط. فالاصغر رقم عندي هنا 67 واكبر رقم 76، هيبقى 67 67 68 71 72 72 72 72 73 67. دول 10 ارقام بعد ما رتبناهم 10 values. عايز احسب الميديان او الوسيط. الوسيط بيتجاب n plus 1 over 2، هيبقى 10 و 1 11 على 2 يطلع 5.5. يبقى الفاليو بتاعتي الافريج بتوين الخامس والسادس هيبقى 72 over 72 over 2 هيطلع 72، يبقى الميديان 72. المود الرقم الاكثر تكرار. انا عندي هنا ال 67 متكررة وال 72 متكررة، هل اكتب ال 67 وال 72؟ لا، بكتب الموست ريبيتد نمبر، الرقم الاكثر تكرار. الموست ريبيتد مين؟ 72 متكرر 4 مرات، 67 متكرر مرتين، يبقى المود او المنوال هنا 72. كده احنا غطينا الوسط والوسيط والمنوال بمثال، وغطينا quantitative data representation بمثال كامل. كده خلص الريفيجن توتوريال بتاعنا، واي حد عنده اي سؤال ممكن يعلق لي ويقول السؤال بتاعه وانا هجاوبه باذن الله.